هذا الحديث حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن استوصاه قال لا تغضب. قال أهل العلم لأن الغضب هو أسوأ الأخلاق وأعظم الأخلاق السيئة، إذ يندرج تحت هذا الخلق كل الأخلاق السيئة، وبسببه كان أعظم ولا يكون إلا بسبب شيء عظيم هو الكبر. وقد روى الإمام أحمد في كتاب الزهد أن زكريا بن يحيى قال لابن خالته عيسى بن مريم عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام: ما الذي يقرب من رضا الله عز وجل ويبعد من سخطه؟ فقال عيسى رضي الله عنه: لا تغضب. فقال زكريا: وما يبدي الغضب؟ فقال عيسى بن مريم: الحمية والكبرياء والعظمة، فلا يغضب امرئ إلا وفي قلبه كبر وفي قلبه حمية وعظمة على خلق الله عز وجل. ولذلك فإن من حفظ نفسه من الغضب واستطاع أن يملك على نفسه زمامها وأن يمنعها من الغضب فإنه في حقيقته هو الحليم. وقد ذكر العرب رحمهم الله تعالى أن أكرم الأخلاق الحلم والتواضع وبينهما تلازم، وأسوأ الأخلاق الكبر والغضب وبينهما تلازم. وعندما نقول عدم الغضب فإن هذا يشمل كل غضب، وخاصة لمن كان تحت يده إما لضعف أو ولاية ونحو ذلك، فإن بعض الناس لا يغضب إلا على الضعيف لمن كان دونه، كان يكون أجيرا أو نحوه، أو يكون تحت ولايته كابن أو زوج، أو يكون طالبا عنده في الفصل، فإن من المعلمين من يخطئ على طلابه لأن له ولاية وإن كانت مجرد ساعات عليهم، وكل ذلك ليس بجائز. فإن أكرم الأخلاق كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لما استوصي بترك الغضب. نعم.